أسعد الله مساءكم أحبتي بكل خير، حياكم الله. رمضان كريم، تقبل الله الطاعات منا ومنكم مجددا من العاصمة بغداد. لكن اليوم الحلقة مختلفة، الحلقة هذه خصصت لأشهر لعبة في شهر رمضان الكريم، وهي لعبة المحابس. هذه اللعبة بعد أن كانت فردية وبين المناطق وفي الحارات البغدادية، اليوم تنظم بشكل ومنهج ضمن لجنة في ملعب الشعب. أتواجد حاليا في ملعب الشعب. مثل ما تشاهدون لخلفي، هذه صورة رئيس لجنة المحابس المركزية الأستاذ جاسم الأسود، تمام؟ فضولي هاي اللقطة وضاح. هذه بداية أردنا نعرف اللجنة. اللجنة رئيسها جاسم الأسود، اللاعب المحابس الشهير. من هذا المكان حيكون أكو مباراة ومباريات بين فرق بغدادية متنوعة. احنا جينا هنا نريد نشوف اليوم اللعبة بين منو ومنو، ومن حيكون الفائز. حياكم الله ولعبة المحابس. مثل ما نوهت، لعبة المحابس تطورت بالعراق، وبعد أن كانت بين أزقة بغداد، اليوم نظمت بلجنة تدار من خلال الكابتن جاسم الأسود. حياك الله كابتن، ورمضان مبارك عليكم وعلى قناة الفلوجة وعلى أهلنا بالفلوجة خوال العزار دليم. حياك الله. طبعا احنا الحمد لله والشكر بوجود السيد وزير شباب الرياضة أحمد مبرقع، احنا صرنا اتحاد ولجنة مركزية، وصار نظام للبطولة كنظام كرة القدم. والحمد لله شكر كل فرق العراقية مشاركين من الشمال للجنوب، من البصرة، صلاح الدين، سامرة، ديالة، كل فرق، واضافة الفرق البغدادية. تصفيات، احنا بالبداية تصفيات فردي، دور 32، بعدين دور 16، بعدين دور 8 يصير زوجي. زين كابتن اسف، اليوم جينا اللعبة، شرفتونا الله يحفظك. اليوم كربلاء زين ويا السماوه ومنتخب صلاح الدين ويا الديوانيه. اليوم لعبه المحافظات. لا احنا يوميا فريق من المحافظات فريق من بغداد. وناس هنا عندنا منتخب الحله ويا اتحاد بغداد. ويا اتحاد ثلاث مباريات اليوم. زين من تقول اتحاد بغداد، من اتحاد بغداد يا من اتحاد بغداد هم ضامين منطقه الكفاح والفضل وقنبر علي. بغداد القديمه. بالضبط القديمه، الرصافه. الرصافه بالضبط. زين الكرخ شن؟ كرخ فعالين ولا؟ كرخ الكرخ، انا جاسم الاسود. ايه نعم. هي الكاظمية الكرخ. الضم، الطوبشي، الحرية، الوشاش، الكاظمية، المدينة، الدولعي. الفرق اللي احنا الكرخ، مو احنا، هي صارت تسمية مع ما كرخ ورصافة، منتخب الكاظمية، منتخب الفضل، منتخب الاعظم، هي شيء. صارت مناطقية. بالضبط، بس احنا الكاظمية تقريبا نعتبر مثل الكرخ كله. الكرخ طبعا. على راسي كابتن. اليوم هذه الموروث الشعبي تشوفه منتشر ايضا بين النساء. الحمد لله والشكر. ايه اسمع كل عباد بالضبط. ايه جانا كادر نسائي ذاك اليوم تقول نلعبها وتقول احنا على الواد تنظم لنا فد بطولات تصير. لا الحمد لله والشكر، ترى هي داخله كل بيت عراقي، مو من هسه، صح. يعني قبل مئات السنين لها لعبه تراثيه، لعبه ابانا، يعني لها دور. واحنا الحمد لله والشكر انا حنقول ان شاء الله الخليج، لان 25 خليج هناك لعبت منتخب البصره. حلو. والوزير دعمنا وجونا الكادر الخليجي كله، ابو ظبي، قطر، سووا لقاءات ويانا، شافوها لعبه قالوا هاي لعبه عمي لازم تنتقل لنا، كلش حبوها. وان شاء الله ان شاء الله والباحه جاوا فد من البحرين هنا يمي. حلو. اوت الباحه جيد. وان شاء الله تنتقل عربيا
وبوجود الطيبه وتعرف جمهورته من بعد كره القدم. كابتن اليوم هذا الجيل بعد محافظ على بقاء هذا الموروث والله هو بعد باقي وانا اشوف هواي شباب ينهضون هاي اللعبه بس انا ما اظلم عليك انا وجودي يعني حافظت على التراث الحمد لله وبوجود الطيبين الحمد لله شكرا جزيلا لك تاج راس جاسم الاسود ان شاء الله ما يحتاج تعريف. الله يحفظك الله يحفظك شرفتونا وتحياتنا لكل اهلنا في الفلوجه سلمك شكرا جزيلا على راسك على راسك حياك الله هلا ومرحبا السلام عليكم السلام ورحمه الله اجمعين الله يامك اجمعين الله يسلمك الله يعزك عرفنا بنفسك انتصر لاعب الدوره انتصر جاسم في منتخب الدوره حياك الله يسلمك يا عزيز لعبت له بعدكم اه والله بعد بطولتنا بعد مش وقت بعد ثلاث ايام ايش اربعه ثلاث ايام اربعه يعني صارت مجاميع يعني مجاميع البطوله صارت فرق العراقيه هواي قرعه صارت قرعه محافظات وبغداد هواي منتخبات فقسمها استاذ جاسم قرعه سواها قام باليوم ثلاث لعبات ست فرق يعني تسقيط فردي زين ايه واللي تاهل للنهائي اللي يفوز يصعد مربع الثاني زين تسقيط فردي صار سولف لي نعم شنو اهم نقطه لازم يمتلكها شو يسموه هذا اللي ينزل ياخذ المحارس طالوب هو طالوب رئيس الفريق شنو اهم نقطه لازم يمتلكها الطالوب حتى والله يسحب المحارس والله يمتلكون هواي يعني مواصفات يعني يعني فهرسه عنده على الشخص من يباوع عليه يشوفه يعرفه يعني يعرفه يغير لونه او فتشي يعني لازم اكو نقطه داله ويعرفه ينزل عليه ياخذه يعني البارحه اول البارحه بقت اللعبه من الساعه 10 بالليل للساعه 11 الصبح حلو اي بين البصره من 11 وديال. بالليل 11 بالعشرة بالليل الثاني يوم 11 الصبح يلا خلصت يعني هاي انتو ناس سحرت سحرت وتريقت اي والله اي والله ل 11 الصبح يلا منتخب البصره ومنتخب دياله بعقوبه اي والله من العشرة تنافس تنافسي ناس تاخذها وناس ترجع وناس وضلت حلو اي والله شنو المميز بهذه اللعبه والله المميز يعني يلتقون الشباب بين المحافظات وبين بغداد يعني يصير تعارف ويصير اخوه وعلاقات اجتماعيه تصير بين الفرق صح اي يعني هاي الحلو بالناس يعني ذاك اليوم صارت بطوله مال الخليجي 25 عندنا اصدقاء بالبصره منتخب البصرة رحنا بدنا يمهم ويجون يمنا يعني تصير علاقات حلوة بالمحادث تمام رمضان اي والله حياك الله شكرا جزيلا منتخب البلوج ليش ما شارك البلوج الانبار ايش عجب ما يشاركون والله هاي دعوة لهن ليش ما يشاركون يخليجون يعني يشاركون نروح لهم نروح لهم الكورنيش نروح لهم والله هلا مرحبا بكم اي والله شكرا جزيلا شكرا لكم حياك الله هلا كابتن هلا بهذا المكان ملعب الشعب تشوف من مختلف المناطق والمدن البغدادية موجودين نريد نكمل حوارنا ونريد نكمل سوالفنا عن المحابس وبعدنا من المحابس وجو المحابس هذا الطالوب شنو؟ هذا اللي يقول لك خذ يلا السلام عليكم الله كرم فدوه قلبك نورتي نورتو عز الله يا يا هلا وغلا بيكم رمضان كريم عليكم وعلى أمة محمد إن شاء الله حبايبي يا طيبين شلون المحابس بعد هذا الموروث قائم والله المحابس بخير ما دام جاسم الأسود موجود المحابس بخير والمحابس نحو التطور يعني إن شاء الله زين يعني هسه إن شاء الله أحسن لعبة خليجية ما شاء الله من لعبة البوصلة لما رحنا أنا أستاذ جاسم سافرنا هناك لعبة صارت كلش مبدعة لعبة تاريخية صارت زين سولف لي كابتن أنت عندك جملة شهيرة إيه مالاني بطل بطل نورتونا الشرف لكم حبايبي هذه سوت ضجة ترند بوقتها مالاني بطل والله ما أدري بها زين شلون حكيت يعني حماس وبعد ما فقدت مو هاي أول طير أخذوه من عندنا اي سولف لي قصة وكان شبه نهائي زين فالمحبس من بيتنا المفروض جماعتي تقولون ثلاثة أربعة خمسة على غير يحوني فاحنا وقتنا نطوع بالغلط صاروا هم اثنين وبيديهم المحبس وانا صار الصفر فانا قاعد قلت المحبس فاريد اقوم بسرعة يعني زين فهذا صاحبي خطي من شلبية سويت له هذا صاحبي تحياتي له زين سويت لي كابتن اليوم هذه اللعبة بين الشباب بعدهم يواظبون على انه ينظمون فرق شعبيه مو واحد شيء كلجنه بس لا بين المناطق بعدها موجوده بالافروع بالبيوت يعني هسه ما شاء الله يعني لعبه المحابس يعني ماكو بيت عراقي ما يعرف لعبه المحابس وما يعرف القوانين يعني كل بيت عراقي طبعا كل القوانين يعرفوه قبل كان ماكو تواصل اجتماعي وما عندنا جروب السؤال في عن شيء نقطة بالكالوجان كشيء منظميها احنا ما نعرف عامة الناس ما يعرفوا نقطة رئيسية بها عقوبة بها نقطة تنحسب شنو طبعا النزلة اول شيء العدد ما يعبر يعني حتى مثل عددنا 60
ما يصير 61 الى اقل عادي، بس اذا جو ال 25 الفريق خسران، وكفريق مثلا يتاخر ل 5 الصبح ل 6 الصبح جماعته يروحون. فلا صاحب المخازن المحبس خلينا نقول الكابتن وجماعته مو موجودين، خلي ال 25 هذا الفريق يخرج خارج البطوله يعني خسران. حلو. اكو فد ملاحظه بسيطه، اما المحبس التزوير محبسين يعني لو بدي الفريقين الفريق يخرج ينطرد السنه الجايه ما يلعب يعني. اها. اي هاي. حرمان يصير من حرمان طبعا اي. اعطي قوانين يعني وايد. انا اشكرك. انا اشكرك. وممنون. نورتوني. سلام وتحياتي. اهلا ومرحبا. اهلا وسهلا. يلا خلينا نكمل. خلينا نشوف كابتن. السلام عليكم. رمضان كريم استاذ. يلا خلي خلي. رمضان كريم. عليك وعلى الله يعافيك. حبيبي صحة. خير. هلا ومرحبا كابتن. كل واحد فيكم عنده بصمه. ايه. شنو بصمتك؟ بصمتي؟ ايه. مراج. لا لا صدق والله كل واحد بنزلته ايه. عنده فد لوك معين. ايه تقريبا. وانا شايفكم ايه تقريبا. ينزل بطريقه ايه. معينه. تقريبا احنا الشباب يعني شوية عصبي من تنزل. لا مو عصبية بس هي اللعبة تخليك تصير اعصاب يعني. زين. هي لعبة اعصاب. فنوبات الخصم يشدك. فتصير اعصاب يعني من تلقى المحبس وانفعالات وهكذا وهي لا اراديه يعني فريقك فعال وياك يعني يتفاعل وياك حتى الحمد لله اكيد هو الفريق لعد هو جزء اساسي من اللعبه زين. جزء اساسي من الفوز يعني زين سؤال في فد ذكر موقف عصى عليك لاعب او دخلت بيه حيرك هو ما يعرف يلعب شيء صار وياك موقف غلطت سحبت محبس لا هي الامور وارده باللعبه لان هي لعبه عفويه يعني ما بيها شنو الذكاء اللي يشيل المحبس ذكاء وشلون يوهمك انت لا هو شوف اللي يشيل المحبس انا يعني من وجهه نظر اللي يعني اعتمد عليه انه يكون رياضي لازم يتحمل جهد لان المحبس يتعب اللاعب اها اي فلازم يكون عنده شلون نقول لياقه جسديه خاطر يحافظ على شلون نقول ارتباكه حلو فلازم يكون رياضي يعني معناها اما تدخل بجوانب نفسيه طبعاً إيه. وغيره ورياضه طبعاً طبعاً وتحمل إيه. طبعاً يعني مو بس قطعه وشايلها لا لا اكيد تدخل بجانب التحمل الرياضه لازم عنده لياقه لازم عنده ممارسه باللعبه يعني مو يعني يجي تقدر تطيم يحبس ويقعد سولف لي بغداد هسه شنو بالتنافس وين واصلين والله بعدنا هسه احنا بالادوار البدايات اي بدايات بدايات العام شنو كان التصنيف العام احنا صعدنا للنهائي ويعني ما توفقنا اخذنا المرتبه الثانيه ثانيه شنو اللي انت تحبه بالفريق المقابلك شنو يلتزم شنو يكون يعني محافظ على شنو حتى يكون اكو بها بقاء اللعبه وبدون مشاكل والله احترام لا اكثر ولا اقل احترام اي اكيد احترام يكون متبادل بين الخصم هو هذا احلى شيء باللعبه هو هذا المراد من اللعبه هو التعارف هي لعبه تعارف ومحبه فأكيد هذا اللي يجي من السماوة ومن يجي من الديوانية ويجي من النجف ويجي من الموصل ويجي من البصرة يعني شدة جاي البغداد متعني هاي كذا كيلومتر طبعا في سبيل بس اللي تونس نتعرف عليهم رمضان كريم عليك عليك نورتونا أشكرك هلا ومرحبا هلا كابتن يلا خلينا نكمل حوارنا السلام عليكم هلو السلام شلون الصحة كابتن السلام ورحمة الله شلون الصحة رمضان كريم يا أهلا هلا كابتن رمضان السلام كريم رمضان كريم رمضان كريم عليكم رحم الله والديكم شلون الصحة كابتن شلون أمورك والله الحمد لله عساك بخير ان شاء الله كابتن وليد السامرائي وليد السامرائي رئيس ودة الحكام غني عن التعريف يس. كابتن وليد اريد اسولف وياك اليوم انت مسؤوليه التحكيم مو سهله نعم اكو مزاجيات لواعيب اكو ضغط جمهور شلون تحافظون على انه تحكمون صح بدون مشاكل والله استاذ احنا يعني كلجنه يعني قدامى بهاي الشغله نعم فعندنا يعني اوليات وعندنا حكام نعتمد عليهم ونوجههم ونطلع بالصوره المطلوبه كل لاعب نعرف شلون نتصرف وياه يعني فنطلع. موضوع الوقت هذا اللي احنا نسمعه من عندكم نعم. كل الوقت ملتزم لازم تلتزم إيه هاي توصلون لمرحله انه هاي مشكله هي مشكله رئيسيه هاي فهسه حددنا 11 دقيقه بدون اضافه ما نعد يعني كنا قبل نعطي فرصه نعد بعد الدقيقه السابعه الثامنه هسه حددنا توجيهات الوزاره 11 دقيقه بعد تنتهي النزلة للنزلة نزلة دقيقة. إذا ما أخذ منها نصيح نقطة صيحون نقطة بنعين المشكلة معناها أنت اليوم الفريق يقدر يحافظ على المحبس 11 دقيقة بالضبط إذا حافظ نعم يأخذ النقطة إليه طبعا إذا ما إذا طالب ما أخذ ايه؟ فتكون نقطة للفريق تمام ايه؟ زين كابتن سولف لي التحكيم
يعني او اداره هذه اللعبه الشعبيه بها صعوبه ادارتها تنظيمها؟ والله استاذ احنا يعني كممارسه هذه استاذ جاسم احنا يعني لجنه قدامه ننظم بطولات من زمان يعني فعندنا الامور سهله يعني يعني صح متعبه بس احنا نرتاح بها نحب اللعبه زين لكوننا نحب اللعبه فما نحس بصعوبه. الحكومه شلون تعاملت وياكم بخصوص والله اللعبة؟ وزاره الرياضه والشباب يعني تدعمنا زين يعني الاستاذ احمد المبرقع وزير الرياضه يدعمنا في سبيل نسوي هاي البطوله واحنا نجمع كل محافظات العراق وبغداد نسوي تصفيات ونسوي بطوله برمضان. نورتنا كابتن وليد. اهلا وسهلا. حياك الله. هلا كابتن. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي. السلام وسهلا. من وين؟ ديوانيه. والنعم. كان ديوانيه. الحمد لله. يومكم بخير ان شاء الله. رمضان كريم علينا. رمضان على الجميع ان شاء الله. خلي نطلع فاصل بهذه اجواء الصخب الجميله باجواء بغداد بعد الافطار ونتحمس البغدادي. حياكم الله. اهلا وسهلا بكم احبتي الكرام، حياكم الله مجددا من ملعب الشعب الدولي، لعبه المحابس الشهيره. هذا الاستاذ اللي قاعد تشوفوه قدامكم، هذول الشباب الفرحانين بهذه اللعبه البغداديه العراقيه، صارت مو بغداديه فقط، هذه اللعبه اللي اجتمع عليها العراقيين من كل مكان. خلي نكمل حوارنا وخلي نكمل حوارنا ويا من ويا لجنه التحكيم. السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم كابتن. رمضان كريم، بكل عام وانتم بخير وعساكم من عواد. الله يحفظك. حياك الله. كابتن، بدايه اريد اشوف شنو المعيار الاساسي لاختيار حكم لعبه المحبس. بسم الله الرحمن الرحيم. المعيار الحقيقي لكل انسان لكل عمل هي راس الحكمه مخافه الله. نعم. بما انه انت حكم، الحكم يصير فيصل بين فريقين، توجد معايير خاصة للحكم. أولا الحكمة اللي هي جاية من التحكيم أساسا، الحكمة ومخافة الله والعدل بين الفريقين، ما تساوي ما تفضل فريق عن فريق، لذلك هاي المعايير هي المختصة بالجانب التحكيمي. رأس الحكمة مخافة الله، الله سبحانه وتعالى راح يوفقك لإنجاح هذا المشروع. تعرف لي اليوم شنو الأخطاء اللي دائما تكرر بين الفرق؟ خطأ يكرر وايد شنو؟ والله قبل كان التحكيم مختصر على انه ماكو كارت بجيب اللاعب اللي يشيل المحبس. فهسه الحمد لله والشكر وضعنا قوانين وضعنا كارتات بجيب اللاعب اللي يحمل المحبس. هواي اخطاء راحت تلاشت. يعني شلون جيب اللاعب اللي يحمل المحبس؟ اللي يحمل المحبس على مود منه صعبات يطلع يظهر الخاتم ويظهر الهويه اللي هو كارت. على مود يمنع التداور. هذا الشيء على مود اللاعب اللي شايل المحبس. لا يطيل بصوره سريعه. نعم. لذلك هذا الكارت هو خلصنا من شغلات. كابتن، هذا هنا الكارت من اللي يخليه؟ الفريقين باتفاق الفريقين ياخذ من الفريق الخصم. هوية أو باج أو شيء متفق عليه من اللجنة فيخليه بجيب الفريق الخصم يعني. يعني اللي مسؤول عن التبياته يروح يخلي الخاتم ويخلي الهوية بجيبه. هاي من يخلون الستارة ويخلون المحبس. يعني من إصابات تنحسب نقطة. يراوينا الباج ويراوينا. صارت وياكم قضية إنه محبس مزدوج اثنين؟ قبل مو هسه. قبل صارت. يعني المحبس الاصلي والمحبس المزور. بهاي الحاله اذا ما عرفت شنو قيمه نطلب وجه الخصم، واذا المحبس مداور بين لاعبين نشوفه احنا
مباشرة ينتقل ما بس من هذا الفريق لهذا الفريق وتنزل من هذا الفريق نقطتين. تمام هاي كل النقاط هاي قوانين يكون يعني بها يعني انصاف للفريق التحكي. عفوا هي لعبة المحامس لعبة متجددة يومية يطلع قانون جديد. تمام لعبة مستحدثة يعني شلون التحديث مال صح. مال جيم ستوري او هيك شيء يومية يطلع قانون حسب مسار اللعبة زين. يعني اكو اخطاء مخليها بالقانون بالاضبارة بين بعدين نعم نعم والرئيس اللجنة استاذ جاسم الاسود مشكور يوافقنا عليها وتمشي. ساعدنا اكثر من 22 قانون من ابرزها انه الشفقه ممنوعه يشمغ ممنوع العفو هنا الغتره او اي شيء او اللفاف ممنوعه هواي امور من تطلع ايدك وراسك هيك مو هيك ولا هيك. تمام هذا اشكرك كابتن شكرا لك حياك الله الشرف كابتن عادل شلونك؟ الله يعزك رمضان كريم علينا وعلى كل عام وانتم بخير والشعب العراقي بألف خير بالصحة والسلامة ان شاء الله. الله يسلمك. سولف لي كابتن خطأ صار او طريقة صارت حديثة مبتكرة وانت كشفتها؟ والله كابتن اخطاء ولله الحمد هسه اخطاء ماكو. او الغش غش ماكو يصير اخطاء يعني هسه احنا عندنا قبل كان اللاعب مني سحبات يقدر يركض للجمهور بالخاتم هاي لغت بعد هاي اذا لاعب صاحبات وركض للجمهور هذا النقطة ما تنحسب هذه وربك يقول اذا حكمتوا بين الناس فاحكموا بالعدل واحنا الحمد لله والشكر حسب التوجيهات من كابتن جاسم الاسود ونقول ان شاء الله القادم افضل والله الغالي ان شاء الله للجميع السادي. شكرا جزيلا هلا هلا عمار بجيد شلون الصحه اعلام لجنه المحبس مو هذا انت عرفها تمام شلون الصحه حبيب كابتن عمار دورك بالترويج لهذه اللعبه العراقية البغدادية كان كبير ونقول لك رمضان كريم بالبداية على الجميع رمضان كريم عليكم وعلى الأخوة في قناة الفلوجة وأكيد كابتن أحمد انت داينامو موجود طبعا الناس بالرياضة بكل شيء موجود احنا اليوم جايين نتونس وياكم أكيد هاي الدقائق متعبة كبيرة جدا سولف لي كابتن ان انت اليوم توثق إعلاميا هذه المباريات وهذه الألعاب تفاعل الناس بالسوشيال ميديا شلون طبعا مثل ما يمكن الجمهور اكثر من اهل المحابس يعرف احنا اليوم ما عندنا قناه داعمه ومسانده لكل نشاطاتنا لكن احنا اليوم من خلال صفحاتنا في الفيسبوك ومن خلال اعلامي انا شخصيا قدرنا نوثق اكثر البطولات اللي تجرى في العراق في السنه السابقه كان تنظيمنا حتى بالاعلام ارقى هالسنه اقوى واقوى طبعا اليوم تفاعل الجمهور تفاعل جماهير كبيره وانت اليوم حاضرين وقاعد تشوفون الجماهير شلون تدخل صح. اعتقد من وجهه مو بس نظري من وجهه نظر الكثيرين انه لعبه المحابس تستحق بعد الاكثر الدعم من المؤسسات الحكوميه ولكن ان وزاره الشباب بدت تهتم بهاي اللعبه وترعاها وتهتم نريد بعد اكثر اي كانت قبل ماكو تخصيص هاي الاماكن ولا هذا الستاند ولا طبعا كابتن احمد انت اليوم لعبه المحابس لعبه تعتي بعد كره القدم من حيث العدد الجماهيري صح. يعني تروح لبطوله اليد او الطائره او السله تلقى اعداد قليله العدد. ما موجود يعني قبل ايام كانت مباراه نادي النفط مع فريق ايراني اصابع اليد حاضرين لكن احنا جماهيرنا ما شاء الله كثيرين مو بس هاي كابتن يمكن هم حتى الشباب هنا هم اغلبيتهم هو رياضي يعني طبعا شيء رياضي هي اساسا هي لعبتنا رياضيه وثقافيه صح. المفروض تكون لا اما وزاره الشباب هسه مهتمه بها لكن وزاره الثقافه أيوة لازم يكون دور لها طبعا لازم لان هي لعبه موروث طبعا شلون موروث يعني احنا اخذنا النسخه مال قطر من نشرة موروثه اول سوينا في بطوله الخليج 25 وقدرنا نسوي بالبصره وقدرنا نسوي كرنفال كبير بحضور الاشقاء العرب القطريين الاماراتيين البحرينيين والحمد لله والشكر نحتاج بعد اكثر دعم مو بس من الناحيه الماليه من ناحيه امور كثيره صح. اليوم احنا افضل نحتاج بعد نطمع نكون موفقين ان شاء الله بالتوفيق شكرا كابتن هلا هلا ومرحبا السلام عليكم شلون الصحة؟ رمضان كريم رمضان كريم علينا وعليك ان شاء الله حياكم الله شلون اجواء رمضان وياكم اول؟ والله اجواء كلش روعه صراحه يعني حلوه اي هاي احنا ثانيه كل موسم رمضان على مود نجي نتونس زين سولفوا لي انتم فريق لو جاي فريق اتحاد بغداد اتحاد بغداد
اتحاد بغداد اللي هو تحدث عن الكابتن جاسم البغداد القديمه طنبر علي يمكن طنبر علي والعمامية وكل الفرق البغداديه بغداديه القديمه موجودين هنا شلون يكون شايل المحبس شنو يتمتع لازم اول قضيه يكون هو يتمتع بيها شنو والله صراحه نحن احنا قواعيد نشيل المحبس المحبس من نشيله لاعب يرتبك اراديا المقابله تعتمد على اعصاب اللاعب اللاعب لما متهيئ ما يقدر يعني يطير مثل ما يقول هو شنو يدرب ما يدرب ما يدرب يعني هسه هذول جزء العدد الحاضرين كلهم تلقي منهم عدد قليل اللي يطير لان شنو تعتمد قلت لك على الاعصاب البارده يعني اللاعب البارد يقدر يطير غيره ما يقدر هيك يصير حياكم الله حبيبي نورتوني هلا هلا بالشباب هلا السلام عليكم رمضان كريم علينا وعلى اجمعين شلون اجواء رمضان وياكم والله يا احنا البغداد متعلمين على هاي الاجواء فضل استاذ جاسم سوى نكهه للبطوله يعني اجواء حلوه محافظات العراق كلها تتفاوت تلعب لعبة تراثية جميلة كلش حلو يعني شوف الجمهور يزايد يوم عن يوم يا دا اشوف احتفلين هواي وعندك الخميس لعبة الكاظمية والبلدية هسه شنو بلشت هناك اللعبة؟ هناك بلشت تجي هسه هنا راح يلعبون الحلة اتحاد بغداد حجي سهيل ومولد الهندي يلا واحمد مزاحم فالجمهور قوي عندك من البحرين موجودين جمهور قالوا رجل حياكم الله هلا مرحبا هلا الشباب هلا هلا رمضان كريم عليك هلا اخوي شلونكم يلا بقونا شوية لل للفريق الثاني يلا شلون الصحه الحمد لله شلون اللي تتمناه بشهر رمضان ان شاء الله الامن والامان والستر والعافيه ان شاء الله حياك الله هلا ومرحبا خلينا نشوف فرونا الكاميرا هلا كابتن اسف يلا مره عليكم شلون الصحه رمضان كريم رمضان كريم الله يعني عليكم ان شاء الله على جميع الامور لعبه شعبيه جميله حلوه تجمع كافه محافظات العراق ونشكر شكر خاص للجنة التنظيم كان أكثر من رائع بخصوص رئاسة الأستاذ الكبير جاسم الأسود نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع إن شاء الله حياك الله شكرا جزيلا هلا فروا الكاميرا شباب يلا فروا الكاميرا بدأت هاي اللعبة الأولى من لعبة المحابس في ملعب الشعب كابتن عمار اللعبة الموجودة هنا يا فريق الاتحاد حيلعب ويا الشباب ويا الشباب الحله ذاك الفريق منه من حسن حظكم اليوم المحافظات كلها موجوده بلد الديوانيه والسماوه وكربلاء هسه اللي بدت يا فريق ذاك المكان يجي ذاك هناك بدت كربلاء مع السماوه تمام هسه الفريق اللي قاعد هناك اتحاد هذا لا المحبس جرى والقرعه صار بيت شباب الحله بيت شباب الحله يعني هسه شباب الحله هم اللي موجودين قدامنا وهنا السماوه حتبيت وهنا ديوانيه حتبيت يلا هلا هلا مرحبا هلا كابتن يلا طبقا نشيل الوقت تعالوا خلنا نستعرض المكان خلنا نستعرض قبل ما نختم نريد نطي الاهل كربلاء بقيه المحافظات شوفوا هاي المكان تم تقطيعه اكثر من جانب وخلي نشوف خلي ندخل الكاميرا فوتونا من هنا باعوا دخلوا من هنا خلينا نطي هاي المكان هسه اللي شايلين محبس هنا شباب من محافظات اتقسم المكان الى اكثر من قاطع ضمن ملعب الشعب كل فريق هذا بطريقه تنظيميه كل فريق صار في مكان ضمن مربع واحد بإباحة الخارجية لملعب الشعب استعرضوني يلا فر الكاميرا طلعوني يعني خارج يلا خلوا الجو للشباب هسه نازل الكابتن شايل المحبس بطل يقول لك من ضمن الصفات الرئيسية اللي شايل المحبس أن يكون دمه بارد هاي شلون يكون دمه بارد وينزلون عليه الوحوش ما أعرف شوفوا هذه الأجواء وهذا الصمت بعدين واحد يصيح باتلو ياخذون من عند المحبس من ملعب الشعب الدولي كانت هذه حلقتنا بين اهلنا وناسنا مو من بغداد من العراق كانت هذه جولتنا والمحبس حياكم الله نلتقيكم على الخير دوما في امان الله